بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. فصل في همزة الوصل. فصل لباري همزة وصل، ويا ديار أما أمري دوما لو أموريك مشتركة لبيني اسم لبيني فعلة. همزة وصل هي التي يتوصل بها إلى النطق بالساكن وتسقط عند وصل الكلمة بما قبلها. همزة وصل أو همزة كواء أكريب وسيلة أكريب وصلا باشا ولا نطق بساكن، يعني بهوي أو نطق بساكنك، وتسقط عند وصل الكلمة بما قبلها. وساقط جدبي لكاتك ككلمة وصل ب أو كلمة همزك يا بما قبلك يا. ولا تكون في حرف غير ال، لحرف دانا بهم زي وصل جقا لا ال، يعني لو حرف غانا فقل لا هم زي وصل من هي. ومثلها ام في لغه حمير، حركوا الوايا ام للغه حمير كان كبجق الام يجن. ولا في فعل مضارع مطلقه، وهيج وقتته هم زي وصل لفعل مضارع نيابه توري مطلق، يعني أعمل ومجرد بمزيد بمعلوم بمجهول بهجب. ولا في مال ثلاثي كأمر وأخذ، لما زي ثلاثي شاني مانا أو رباعي، يعني لما عليك كشوال حرفي بني مانا وكو أكرم وأعطى، أي لك وها مانا. بل في الخماسي، بل كل ما زي خماسية همانا مع زي بيج حرفي وبعد افتعال وانفعال وكو انطلق واقتدر يا إحمر أو جوعة. والسداسي وكو استخرجوا إحران جمع يا إحمار مثلا يا إحشو شبع، وأنا هم زي وصلا. وأمرهما وأمري أمدو دستيا، يعني أمري خماسي سداسي. وأمري الثلاثي الساكن الثاني مضارعه لفظا، وهلوها لأمري أو ثلاثي داكا حرف الدوامي مضارعك ساكنا وكو ينصروا يا يضربوا كالأملك يا علي يضرب هم زي وصلا هنا، بخلاف نحو هب وعد وقل. بخلاف ما نندي هب كلا وهب يهب وودي وهب يهب كيوهب ذاته وكان حذف كرولا دوايا لأمريكا يجي هب يا وعد يعد يجي عيد يا قال يقول لأمريكا يجي قل نيازا بهم زنب ولا ما ندى شنو الله حرف الدوا من مضارع كي وقت أمري ليس هذا كي ساكن نبوة هبا كبرت وانا لا هبا يهبو بأجوة بهب، يعني بترسا او اخته او اخته اقروا بي برو او اخته بروزني بروزني شيا بروزني فلع بي بروزني على ابي اعود. ولا في اسم ولا في اسمين وهروها همزي وصل لاسم شنابه الا في مصادر الخماسي والسداسي، ما قال لمصدر كاني او فعلاني كبينش حرفين أو فعلا نكشش حرفين وكو انطلاق واستخراج. وهل وهو في عشرة أسماء مسموعة وإلى لدى اسم سماعي نبي كذا اسم كان كامان اسمونو استونو ابنونو ابن منو ابن منو ابن تنو آوانسة است لسته ودي بمناي سمتا، يعني أمبر وبري كومي إنسان أمبر وبري أو ها شمال هي خصية إليه أها نعم خصية هو خصية ببيزيجن باش إليش أعبد فدو المكي أمبر وبري هل يعني هل تقريبا نزيك لو هل أوي بوش نعلم البتة أمن لا أصل أصل لغة كي ستها ستها حديث في غمر هي درود يخوانا سلبي كافر من أوانا على أستاههم بعد إذا سألتها وان بارانك لسر أستاه رايانا كيشن، يعني لسر قنيان رايانا كيشن أشتكي آوا كواتا جمع مكسرك إبتا أستاه لري أخاك وستها. لحديثة هي كاوية العيناني كاء الصحي أو الواحد الفعل حزب هو بلام أن استكوكو اسم وعيا ليرة دا فعل في لكي حذف بوا لها مثل لكي حذف بوا لا أولي شوا أو همزة بجي أو هاتوا بلام كواتا أو جاري واشي مثلا ممكن أو تي حذف بيو هي كبمين يتوا سهل أو أم جارا
امرأ من هي، امرأة من هي، واثنان واثنتان، ها ابنون، 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 أنا بمي زايدة هل ابنة أو معنى ها بارك الإسلام معنا سماعين، وأنا ابنة امرؤ امرأة اثنان واثنتان و نولا عون يا أخويا ما أهم زانا وصل ابن لا اسم قال يا كاكا دا اسمك اسم كان همو مسموعا وأتى همو سماعي وأيم من هيك مختصة بقسمه لا قسمة قلتي لي ولا جيه أي نانا أيمنا همزة كان مفتوحة باشا ولي همزة وصلة وما عدا ذلك فهمزته همزة قطعي ما عدا أوانا كباس كلا أقل همزة تيابو همزة كي قطعة أو تأو أو أيمنا لا تسمى لا عليها باسي وين يا إيه ما همزة آخر همزة يوصل واختي واهي ملمومة به أوكو انصر مثلا همزة كي ملمومة واختي واهي مفتوحة به مفتوحة فقال دوما ورقا همانا لألا همانو لهيني شا دي لألا همانو لا أيمنا ألو أيمنا هو تأميشا أعلي لا اسمها فقط أيمنا دي لألي شا عودي على همزة كي مفتوحة يعني فقط همزة يوصل مفتوحة لو دو كلمها معنا أجر أم حسيب نكين كأمج لغتك للغة لجاتي الأوتريت أم جارة بعض ويجب فتح همزة الوصل في أل واجب مثلا همزة يوصل مفتوح بها لألا ولمها يعني واجب لم أو همزة في نحو انطلق مجهول به استخرج مبنيين للمفعولي لا فينش حرف يشرف فيها همزة فينش حرف يشرف فيها همزة كما ملموم به وأمر الثلاثي الملموم العين أصالة وواجب ملموم به لأمر الثلاثية كاكا أو ثلاثية لا أصلا ملموم العين وكو أدخل كلا دخل يدخلوا والجريا لا تدخلوا والجريا اكتب لكتب يكتبوا يعني لا تكتبوا والجريا بخلاف امشوا وإقضوا باشا مما جعلت كسرة عينه ضمة لو أني كوا كسر عين فلكان كريا بلما لمناسبة لبالمناسبة واوكا يعني لا أصلا مكسور بلام لبالمناسبة واوكا أو أين فعلان ملموم كريالة أبتا أولا من شاء الله سر لا مثل لك أبو شنك يمشوا لأصلا يمشيوا يقضوا لأصلا يقضيوا أعوى يعني تن أولا من الله من مناسبة يا باعثنا لك هناك كم همزة كمان لأولا لما بقري هركس لا أقري كواتا أولا ما يكا مثلا ساكنك فاصلة هي لبين همزة ولا بين الله مكرا أقل لما كأصلي بو همزة كيش مضمومة أقل أصلي نبو همزة كهر مكسولة فتكسر الهمزة همزة كمكسولة بخلاف عكسه مما جعل ضمة العين فيه كسرة لمناسبة الياء فبيت شواني عكس كيوة لو شواناني كلمي عين الفعل ليوارا مثلا كرابي بكسر بو مناسبة يكا زول جواني هوا زاني آخر ليرا مثلا لئيم شوى بلين لبر مناسبة واو كسرك ريابة لما أعم لما نتواني همزة كابها وحركة خوي مثلا أو هنا أو بلين ملمومة بلين أو بلين أم لما يواب كالة همزة همزة جوكو أمشي بقري أمي لما بقري أو هذا سكسر أمينيته كشيت ما شاكا لأغزية لأغذية آخر أو مثلا تولى أو وليقري لتغزين وليقري تغزين لأغذية تغزوين تغزوين يعني أو عيلة فعل كذيك لأصلا مرمومة لبر مناسبية كي يمفرد مؤنس كريابة كسرة أو هنا أو كسرة ناتواني مثلا لما همزة مرمومة أو إذكابة كسرة هرواية كواتت مشاكا نلا ما أتواني كسرك لك همزة مكسور كابر ولا يخوي بيني نكسرش أتواني همزة ملموم كابها وحركة يخوي آه. بوية كعبي بعضي يعني من ذلك كعبي بخلافي يعني اللي واه لما كهاتوا باشا كان مما جعلت لمة العين أعوتي بخلاف عكسه
بخلافي بيتشوانكي كلا بيتشوانكي معمولان كسري عارزي ما نهيه وهم دروز عكسي اوا همزة كملمومة بلا مليلة لإخوة يمشوا لما عارزي ما نهيه وهمزة كمكسورة لكي هذا مما جعل ضمة العين فيه كسرة لو شناك لما عين كريابة كسرة بمنا سبيه وكو أغزي فيترجح الضم على الكسر ليرد لما كترجيحي هيا بس الكسرة معنى يوايا كسري همزة كدروز بيجي إغزي حسن تسمى لعليوانا والله هر ملمومة يعني شاربه موضوع هناك كما يترجح الفتح على الكسر في أيمن وأيمن هلوكو شون فتح بسر كسر ترجيحي هيا لأيمن أيمن باشا آخر قال بيجي أيمن مساء قلنونا كينا مينيا ليلوان أو ميمة مكسورة بيه مثلا أقل مكسور بيه بلامتوها مزكار بمفتوحي إخواني توا والكسر على اللم في اسمين كسري بسر لما ترجيحها الى اسم اگر مثلا زمانك اسم بخواني نوا اخر اسم مما كملمومه بقاعده نبي همزك لما يبقتاك شيء الكسران انتو ويجوزاني مع الاشمام في نحو اختار وان قال يعني كسر ولم حركي عند رستا لقال اشمام ده لما نندي اختار وان قال ده يعني اگر ايما مبنيين للمجهول الله تعالى بنا مثلا اختيره بس اختيره اختيره جاء همزه كاش مكسور ك همزه كي قال اشمام مكة بلا اختيره يا ملموم ك اختيره هل كان درسته اشمام مكة شي درسته ويجب الكسر فيما بقي من الاسماء العشره والمصادر والافعال ويتجي لو انا كبحث ما لا سركر كسر واجب لهرشي كما وتوا لا اسم هيدا قانو مصدر كانو فعل كانجدا وتحذف لفظا لا خطا ان سبقت بكلامين واوهم زي لفظا حذف كري نقل الروي خطو خطا حذف نقل الى نوسي ولي لفظا حذف كري اجر مسبوق بكلام يتربي ولفظا وخطا في ابن اما للفظ ابن لفظا وخطا حذف كري اما لشي ابنك ابنك مسبوق بعلم به وبعده علم يعني علمك لفيع شبه وعلمك لدوابه ولا بشرط كونه صفة للأول بشرط أو كواء ابنك صفة ببو علم أولك والثاني أبنه ودومك أب يبو ابنك باشا وكبر يا زيد ابن عمرين مثلا ما لم يقع أول السطر ما دامك ابنك نكبت أوليخته مثلا عيسى كان يقول يا زيد ابن عمرين يعني توهم زكيب وناكي شن مسبوقه بعلمي لدواي او علمك تلهيا وامجر ابنك شن زيد منادايا ابنك صفتي زيدكيا امجر دومكا يعني علم دوميكا اببو ابنك هات والله يا زيد ابن عمرين ارادوتو دي ما لم يخا ولا سطري لا اول خط شلونيه مثلا اي ثانيه تو كجمله كانوسي جشت اخري خط باش يا زيد وكيا نوسي جاي ابنك ناويته مجبور يجيب او سريختك او دستي حالبي اما هل يا زيد ابن عمرينه لا يا زيد ابن عمرينه باشا بلا انت مشاكا ليري يا زيد وكما نوسي وما خط تواب وقشنا اخر ابي شنو بو شنو بو اول خط شنو كاول بو ابي همزه كي بوك هر چند نه اخوانی نو لوکات اجده ولی چون فیلم تو اولی خد اوی همزه که بوکی لابد بسم الله الرحمن الرحیم شا همزه اسمکا هم لفظن دیالکا حذف بوا خطنش حذف بوا قال بعض الشعراء مشيرا الى ذلك بعض الشعراء با اشاره بولا او موضوع او تيانا افي الحق ان يعطى 30 شاعرا ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلي آیا اما حقك سیدان شاعر خواد بکرینو ببی رضایت شاعری کی وق من محروم کری و بیبش کری اما کاری باشه کما سامحو عمرا بواب مزیده وضویق بسم الله في الف الوصل في الف الوصل اما وقعوا آیا چاو پوشیان کرو لعمر بواب کی زائد
يعني وهذا كان باش عمر دارا كشي مزايقة كريا لقل بسم الله بألف وصلك يعني إجازانا ألف وصلك يتيبا ألف وصلك يخويوا كشي عمر لحالك احتياجي بواروشانية وهذا كان دافي يجب لي أوام اللي بسرعاته بابا وضوئق بسم الله في ألف الوصل وإن وقعت بعد همزة استفهام يعني أقل همزة وصل لدواي همزة استفهام وقراري قل أجل سيحال بدنية يا ملمومة يا مكسورة يا مفتوحة فإن كانت مكسورة حذفت أقل مكسور وحد فكرة وكو أتخذناهم سخرية يعني أتخذناهم سخرية يعني آية إيه ما أول من بس سخرية بمس خلقت إذا كانت همزة حذف بوا يا شنك دروسها شنك أو فعل باب الافتعال يا ما زين باب الافتعال همزة وصل مكسورة لا أول كيوة واختي همزة كبه مفتوح بنا زين ما استفهمه زي أول ما انقرقني يا أستغفرت لهم يعني أستغفرت لهم أعوامه يا أبنك هذا أما كريتو يا أعوام باشا أسمك علي آية ناويتو علي مثلا ناويت اسمك واجبة أو حسو واجبة بخلاف ما إذا كان مفتوحا بخلاف زمانك مفتوح به فإنها تبدل ألفا ولو كتاب بألف وقد تسهل وقت وابا سهلي أخواني لتو يعني تقريبا تسهيلة وقد تسهل تسهيلات تياتري مثلا كان يعني أمي آيسة الله الله همزيك لسلا همزكي همزي وصلي مفتوحة هو الذي يعيش مع النبو الله يشم همزكي مفتوحة بلا منية وكو همزي الحسابة لحركة همزي النية شنما لأصل الإلهة الإله ولا إلا أسرع أقل وديكيتو هار ألا فرغناك جايسة كان الله 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 همزي قطع ديانين مثلا يجي الله أي كان أليف همزة وصلك شن أولي وام مفتوحة أي كان بألف أمير الله أذين لكم أواقب كتالف الله يعني أما همزة وصلك كمان كنبأ ألف كيشا معنا لبرون التباسي خبر بإنشاء ونوي مثلا شنو قال هل همزة كيبو بنوسي ويجي الله أذين لكم أو يتحذف كي كابران هذا لما استفهامه وهذا يعني هل وتوا خبر دريا الله أذين لكم خواعزني بيتان دعا شايسة كان ليوا تسيلك شي شاد أو بيك بجوري همزة كان تيكالكي لقل يكا نأل في توابية نهمزي توابش بأوا الله تقريبا أوا جوري كما تحذف همزة أل خطا ولفظا إذا دخلت عليها اللام الحرفية هلوكو شون حذفك ليه همزي أل هم خطا وهم لفظا حذفك ليه زمانك أقل لامي حرفي لامي حرف شد سري سواء كان للجر كيف قلت لام حرفك يكا شو سري بوجر به أو لام القسم يا لامي قسم به والتوكيد يا لامي توكيد به أو الاستغاثة يا لامي استغاثة به أو للتعجب يا متعجب به وكو قوله تعالى للفقراء والمساكين يا للفقراء أو لا مكش وتسري باعز بوا الفقراء همزة كي حذف كري ماشا كواتب ما دام لامي حرفي جرشو وصر هر اسمه كاسمك علي بصر وبو همزة كنا نبسن يا وإنه للحق من ربك للحق يعني لا الحقوه ولك لا مكر ويوا همزة هم كتابة وهم لفظا حذف هو وللآخرة خير ولا متأكيدة مثلا وللآخرة خير لك من الأولى لو شهر أو كان من كذوة وقول شاعر يا للرجال عليكم حملتي دي حسبت أي تياوان لسل إيوة حملي من حساب كرا لسل إيوة يعني وكبر فرياكوين لسر إيوة حملي من حساب كلا ممكن حملي في أكل بيت إيسا باري إيسا كاني للرجال لا مكلامي استغاثية كشي مثلا إن همزكي لقل نوسيا لقل ألك يا بو تعجب يا للماء أي لو آوة والعشب والقياء مثلا سل الماء همزكي بو نوسيا ولا تحقق مطلقة إلا في الضرورة شاكا يا ولا تحقق وهمزي وصل قد
ثابت ناكريه يعني إثبات كريه وأمانه بمطلقه ما قال لزرورة الشعر لا زرورة وكشي وقول يوم شعر ألا لا أرى اثنين لا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جمل يا مني ومن جملي يا مني ومن جمل جمل يا جمل وزن شعرك اللي كدينا وهل كامل كان به بما ناوى بو أسبكي بو أسبي شاعر علي ألا أعقاب ابنه من جوتي أقنابينم كشيمة يعني لروانقي خوروشتوا شاكتر بن مني ومن جمل لمنو لجمل لأسبكم على حدثان الدهري باشا لقل روداوي روشقارة يعني لقل أوهمو روداوي روشقارو أمانك هاتوا بسرمانا هشتا منو جملي أسبي جيرم شاكا شيمة لهمو جوتيكي تر شاكتري أو استا مبالغ شعرك أو اثنين مجموعي اثنين إخوانينا بحري طويلة شون ألا لا أو فعولنا أرى اثني أو مفاعلنا نأحس فعول نشيمة مفاعل على ح فعول دثاند ده مفاعيل رمني فعول أو عشي ومن جملي مفاعيل يا ومن جمل لشوين تابعوا من جمل مفاعيل جاء إعلال إبدال بابيوس موافق من الشرطة.